بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم متى توقف عند رأي النخيل، يعني متى توقف الماء، ما تسقيش النخل امتى، في أي شهر يعني أو وقته، عندما يحدث إيه بالظبط. هنشرح لكم بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل غريب. ويلا بينا نبدأ الفيديو وما نطولش عليكم. طبعا أول حاجة ما نسقيش النخل ساعة تمطر الأمطار، دي ساعتها كده ما نسقيش النخلة، ده ساعتها كده ما ينفعش نسقي النخلة، لان ده موعد تمطير الامطار، فكده ما ينفعش نسقي النخل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.